لا تكاد تشرق الشمس على هذه المناطق الجبلية إلا على وقع أخبار عن تقدم عسكري للجيش على ميليشيا الحوثي. فعلى هذه الطرق الوعرة في اتجاه معقل الحوثي أحرز الجيش انتصارات عسكرية بصعدة، حيث أعلنت مصادر في الجيش تحرير مواقع جديدة كانت الميليشيا الإنقلابية متمركزة فيها. وفق تصريح أدلى به رئيس عمليات اللواء 63 مشاه أديب الحاج للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن مواجهات عنيفة مع الميليشيا الحوثية أدت إلى تحرير تباب البيض وجبال الكوز، وقام الجيش بعدها بتأمين هذه المناطق المحررة. وأوضح الحاج أن الجيش أحكم سيطرته على مواقع أخرى غرب أبواب الحديد، مؤكدا أن هذا التقدم للجيش بريف صعدة أتى بعد سلسلة عمليات هجوم مباغتة على مواقع عسكرية للحوثي وبإسناد من قوات التحالف، مشيرا إلى أن هذه العمليات العسكرية ألحقت بميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية. وبالتوازي مع تحركات الجيش في صعدة، تمكنت ألوية عسكرية من استعادة مواقع هامة في محافظة حجة. وبحسب قائد لواء القوات الخاصة العميد محمد الحجوري، فإن المواجهات بين الجيش والميليشيا أسفرت عن استعادة جبال الفج والشبكة والكسارة. عسكريا، يحاول الجيش في صعدة وحجة السيطرة على المناطق الواقعة بين المحافظتين، حيث تمثل هذه المناطق شريانا رئيسيا لميليشيا الحوثي، كما أنها تضيق الخناق عليها في مدينة حرب.